الحياة باحة للعمل والاستمرار والبقاء، والعمل يكون هوية لكل فرد فيها. السيدة حياة المصري من النساء المكافحات اللواتي أثبتن قدرتهن على التحدي والوقوف في وجه جميع الظروف، وذلك بابتكار عمل بسيط يساهم في درء مخاطر الحاجة. وانطلاقا من هذه القناعة وحب الحياة، كان عمل السيدة هو هدفها لتحقيق الأمل. أنا حياة مصري صوب الكوتش بالمركز السوري للتجارة والتوزيع. بالإضافة لهذا العمل بشتغل نحاسيات، سوقها هون عند السيد سمير طحان أبو ريان. يعني بتزيد بأوقات الأعياد والمناسبات، الإنتاج بيكون أكتر وبتفضل الوقت أكتر، يعني بعمل وقت أكتر إضافة، يعني بضيف وقت، بتكون القدرة الإنتاجية أكتر. بس هلأ بالأوقات هيدي شوي بتخف، يعني أني مثل ما شايفة ما كتير في منتجات موجودة. هيدا يعني طلعت معي الفكرة، نحن بوضع الظروف، أنا من شي 5 سنين بشتغل هيدا المجال، أنا طلعت الفكرة معي بالظروف السيئة يلي صار المدخول أقل بكتير من المصروف. يعني بدك تلاقي حل لمشكلتك، تطلعي من قلب المشكلة للحل. فكانت عندي الفكرة أني في عندي قطع نحاسية، هيدول ترمبات تعين غسالة وأسلاك كمان من الغسالات. يعني قطع الناس تالفة، الناس بتتلفى أو بتبيع إرادة أو شيء. فأنا فكرت أني ليه ما بصنع منها شيء حلو، عملت منها لمبديرات، عملت منها أشكال صمديات. كيف خطر على بالك يعني أنه تبدعي؟ أنت قاعدة هيك خطرت على بالك فكرة أنه تلفي؟ ما في شيء بالحياة بدون تخطيط، دائما بيكون قبل العمل بيسبقوا تخطيط وبيسبقوا خيال. يعني أنت بتتخيلي الشيء لحتى تبدعي فيه، يعني مستحيل. ما في قلما الناجحون اللي بتطلع من عندهم الإبداعات صدفة. بدك تخططي لشيء، لما أنت بتطلعي برا المشكلة وبتطلعي عليها بتشوفي الحل، بس لما أنت بتحطي حالك بقلب المشكلة، بقلب الوجع، بقلب ودائما بتشكي ما بتلاقي حل. طلعي من المشكلة، طلعي وانظري لها من برا، بتلاقي الحل فورا. طلعت ببالي أني أنا هوايتي الفنون، يعني الرسم، حتى بكتب قصص كتير، بحب كتابة القصص من لما اللي كنت صغيرة. فنون أشغال يدوية بحبها بعشقها، يعني دائما المهنة اللي نحن منحبها بتأبدعي فيها. هلأ سفينة نوح يلي صنعها مين؟ موهوبون. والتايتنك خبراء. طيب مين اللي نجح؟ سفينة نوح. ليش؟ لأنه من هواة، صح؟ يعني دائما الإنسان المبدع، الإنسان اللي بيحب الشيء، أنت مشغفة بالشيء، عندك شغف لإله، بتأبدعي فيه. يعني أنا كنت أقعد أتخيل الشيء، أني إذا عملت هيك أتخيله، لما أتخيل الشيء فطبقه على أرض الواقع. ضل في عندك أمل أنه أنا إذا اشتغلت هالشيء بدي أبدع فيه، بدي يطلع شيء مميز؟ حياة بدون أمل، ما أنا حياة يعني حياة بدون أمل ما في. يعني لك شغلي، أي شيء بالحياة رب حي ميت ورب ميت حي. دائما الإنسان ما يقطع أمله من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي، وقال الإنسان لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الشيء اللي جواتنا نحن لما نغير هيدا اليأس، حالة اليأس نحولها لشو؟ لتفاؤل. صدقيني رب العالمين، وشو أن رب العالمين؟ أنا عند ظن عبدي بي، إذا أنا عندي تفاؤل للحياة يعني رب العالمين رح يعطيني الشيء اللي أنا متفائلة فيه. نطلع نحن هلأ بجو الأوضاع وبجو الدنيا، الوضع السيء اللي نحن فيه، المفروض نحن نطلع من هيدا الشيء، نطلع منه دائما. وما يعني الشيء الوحيد اللي بيفيدنا نحن اللي منطلع. حياة الإنسان تشبه البيضة، حياة الإنسان تشبه البيضة، إن كان النقر من الداخل فتعطي روح، وإن كان النقر من الخارج رح تكون بيض مقلي. يعني رح نكون أكل للي بينقرى من برا.
هيدا بشكل عام، يعني حتى نحن بلدنا إذا كان قرارنا نحن من جواتنا رح تكون روح لبلدنا، بس لما يكون القرار من برا رح نكون طعام لإلهم. يعني دائما نحن قراراتنا تكون من داخلنا، هيدي حياتنا نحن. يعني أنا صلح بنفسي، ابتدي من حالي، أنا ابتدي وانطلق لحتى كمان هنن كل يعني كل إنسان يبتدي من نفسه تصلح الكون. إذا كل إنسان بيبتدي يصلح من عنده معناها تصلح الكون. يعني التصليح دائما كل إنسان يبتدي من عنده، والتفاؤل يعني ليك ما في شيء بالحياة قال إذا أردت فأنت تستطيع، إذا أردت فأنت تستطيع. خلقت الدنيا كلياتها، أنا إذا بفيني أقول والله في مشاكل في مشاكل في مشاكل كيلو حط حالي أنا وأتقيل، بس أنا قادرة حل المشاكل. طيب الدنيا كلها تتسخرت السماء والأرض للإنسان، لما بتكون الأرض والسماء مسخرة للإنسان يا ترى مو قادر؟ طيب هلأ توماس أديسون 1200 مرة صنع حاول بصناعة الكهرباء بس ما يأس، 1199 1200 كانت ناجحة. فشو قال؟ شو لما اللي استهزئوا فيه شو قال؟ قال ستقفون طوابير لتدفعوا فاتورة ما أصنع، صح؟ طيب لما بيكون شخص وهو حتى طردوه من المدرسة لتوماس أديسون قالوا إني غبي جدا، طيب صار ولا ما صار؟ صار. يعني هيدا الشيء معناها نحن لما بيكون النجاح من داخلك عنده طبعا هلا، بس لما اللي بيكون قرارك انت نجاحك انت من داخلك فانت ناجحه، ولما اللي بيكون عندي هدف في الي طريق امشي فيه، ولما اللي بيكون عندي خليك عندي هدف، عندي هدف بدي امشي بالطريق للوصول للهدف، بس طيب ما بدي مشروع يوصلني للهدف. من جوا لما بتكوني انت قويه من جوا والله العظيم لا انسان في الكون قادر يوقفك. كل انسان مخلوق على وش الارض بيوقع وبيبقى بينهض، بيوقع وبيبقى بينهض، بس اللي بيوقع وما بيقوم الاموات فقط. هذا بينعكس على كل الامور الحياتيه الماديه والمعنويه. انا عندي انا من لا شيء عمل شيء، لما انا ليك الزيتون ينضغط لحتى يطلع شو ماده الزيت يلي مباركه، بس لما الانسان بينضغط أجمل شيء هو المارد الجواري، وحسب حاجتك ورغبتك للحياة أنت قادرة. شو حاجتك الملحة؟ أنت في ناس كتير بتقول أنا ماشي حالي، لك ليه ترضى؟ ليه ترضى؟ كبر حلمك، خلي عندك خلي عندك هدف بالحياة، خلي عندك هدف بالحياة، وسع لهدفك وقدم كل طاقاتك. في عقبتين بالحياة، عقبتين، عقبة بيبي وعقبة رجل مسن، بس بين العقبة هاي والعقبة هاي في مسافة طويلة. يا ترى شو عملنا فيها؟ شو قدمنا؟ شو سعينا؟ بيقول أينشتاين كلمة حلوة كتير كتير كتير، إن لم تزد على الدنيا فأنت زائد عليها. المجد حتى تلعق الصبغة، وما في لذة بالحياة إلا لما نتعزم لحتى نوصل. ما بدنا شيء بسهولة، بدنا نثبت هلأ نحن مين. أنا عم نحكي عن ناس مضيت، أنا شو بدي منهم للناس اللي مضيت؟ عملوا أمجادهم ومشي حالهم، بس بدي أنا شو عملت؟ أنا شو قدمت؟ أنا بوضع هالظرف هيدا السيء ببلدي هلأ، طيب شو عم بعمل؟ شو عم بعمل؟ أنا عندي عمل على فكرة، عملي تنمية بشرية بالمركز السوري الأسيسي، هو تنمية بشرية إحياء الجمع. في ناس كتير أحياء بس أموت، ناس كتير أحياء بس أموت، ناس نسيت حلمي، ناس ضاعت. كيف نحن ممكن نخفف من هاليأس اللي موجود هلأ عند ناس كتير ونخلق عندهم هالروح هاي وهالمعنوية؟ فقط التفاؤل، فقط التفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوا، والله العظيم فقط التفاؤل بس هيك. لكي الفقراء مشغولون بلقمة عيشهم، لا يستطيعون التفكير،
ما بيستطيعوا هلأ الناس. لكي في أعمال بالحياة أشخاص بتكون مشغولة بحياتها جدا وبنفس الوقت ما بتكسب المال. هدول الأشخاص اللي بيشتغلوا من الصبح للمساء وما عندهم وقت، لا مال ولا وقت، وضعهم النفسي سيء جدا. لو شوية صغيرة يفكوا قفال عن دماغهم وبس يفتحوا مجال للتفكير، بس انطلقوا شوي بالتفكير. طيب طالما أنت عم تشتغل شغلك هذا مدخولك، لما اللي بتكوني عم تشتغلي الشغل نفسه هيدا مدخولك، بس لما اللي بتضيفي شغل تاني عليه مبيح لك ما تفكري الوقت أني هو اللي بيعطيك المال، أني أنا بدي أشتغل أكثر لحتى أنتج المال. لا 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 أبدا. أحيانا وقت قصير فكرة صغيرة هيك حلوة تشتغليها تطلع ببالك فكرة، الفكرة هيدي بتعمل لك سرو. يعني ما شرط هلا في ناس كتير بتقول أني أنا إذا اشتغلت كتير رح طلع أموال كتير، هيدا غلط، هيدا غلط، هيدا أنت عم تقدمي جهد بس للأسف مال قليل. وشغلة تانية برجع لك على حياة الإنسان اللي بتشبه البيضة، كل شخص بيشتغل كتير شو بيكون عم بيقدم؟ عم بيقدم للأشخاص يلي هو شغيل عندهم. يعني مثلا شيفه بمطعم، عم بيشتغل شيفه بمطعم، هلا حلو كتير الشغل بس لمين السمعة؟ لصاحب المطعم، تمام؟ يعني القرار ما من عنده، القرار من صاحب المطعم. دائما قراراتنا لازم تكون من داخلنا ولأننا نحن، لأننا المجازفة. لكن دائما الخوف من الفشل بيمنعك من النجاح، ودائما ما في عمل وما في شيء أنت بتتقدمي عليه دائما شو بيقولوا لك السهم؟ على السهم لما بده ينطلق بقوة شو بيعمل؟ بيرجع لورا. تركي شو صار؟ انطلق قوة أكثر من أني أنت مسكيه بيوقع على الأرض. هيدي قطعة نحاس بشيلها من الغسالة أنا فاشتريتهم من عند بياعين، من عند اللي بيصنعوا بيصلحوا غسالات. طلبت منهم هيدول القطع الترومبات وحتى في ميكرات للغسالة وهيك باخدهم وبستثمرهم بهيدي الطريقة. يعني بحوله من لا شيء بنعمل منه شيء حلو. يعني كان رح ينكب، هلأ فينا نحنا نرميهم وفينا نستخدمهم بطريقة كتير كتير حلوة وفنية. من خلال صفحتي على الفيس اندعيت على مؤتمر دبي ونعرض علي أني أطلع على حساب شركة وعلى مؤتمر مسقط، فما كان عندي الكمية الكافية فأجلوا لي إياها لرأس السنة. كمان ما كان عندي الكمية الكافية لأني أنا بشتغل لحالي ومعي هيك بنوتاتي كمان بيساعدوني أحياناً. بيساعد تسويقك هيك بس توصيات لأصدقائك أو لحدا ما عن يعني ما بنزل على المحلات. هلا مثل ما شايفة هنا عند معرض الطحان أنا بنزل لعنده، يعني بحط عنده منتجات، يعني بشتغل قطع بس بكميات محدودة. هلا هيك صارت جاهزة، شوفي كيف صارت، صار النحاس نظيف ما عاد في عليه شيء. بنحط عدة طاقات يعني مو طاق واحد للسرعة بالشغل وبيعطي جمالية أكثر يعني وأسهل، أسهل وأسرع يعني اختصار جهد. مين بيساعدك بالعمل؟ هلا انا بنوتاتي علمتهم يشتغلوا معي. هلا ما عندي بنوتي الصغيره هي عامله قطعه هون عملتها الحدود بيشتغلوا فيها. يعني هلا بياخذوا السلك هيك هن بيعرفوا يعملوا ورقه، بيجهزوا الورقه وبيعرفوا يضبوا الورقه يعملوها ورده. هلا شو عملنا؟ هلا اخذنا السلك الثاني اللي هو قياس ثاني، قياس ناعم كتير هو للورق، والتاني هو غصن الورقة يلي بتطبق بعدين وبتصير وردة كاملة. ايه طبعا عم بعملوا بعمل ورقة والورقات بجمعوا لحتى يصيروا وردة. هلأ هيك شوفي كيف صارت، هيك رح نكبرها طبعا لسا اكتر. في منه لون نحاسي وبيجي عدة الوان النحاس على فكرة، في لون زهر. هذا الشغل ما بينشغل الا عن نحاسيات، هيك طبيعة هالعمل. ها
طبعا فقط بهذا ما بيشغل إلا هيك. في بيشتغلوا بطريقة تانية هي كريستال، أنا عاملة من كريستال، بعبي الكريستال حبال لولو كريستال، بعبيهم بحبل نحاس وبطبقهم على طريقة وردة. بس كل شيء له جماليته، يعني كل شيء له شيء خاص. هلا كانوا حاسيات انت حاطتي اياها بيت، يعني بتكون اتقل، يعني نوعيتها قيمه اكثر، يعني وبتتحمل يعني مع الزمن ما بتتلف. لا لا ابدا، يعني احنا بنقول لهم المنتج كفاله من الحياه. ما بينتزع، يعني اسلاك نحاسيه لا بتصدا ولا بتنتزع ولا شيء. بعدين غسيل بالمي، بغسلوها بالمي عادي، بخاخ حطي مي بخاخ توصليه عادي، يعني ما بتتأثر ابدا ولا بتنأذى نهائيا. يعني كم قطعه ممكن تعملي خلال فتره شهر او اسبوع؟ هلا انا باليوم ممكن اعمل قطعه صغيره، بس هلا الشجره الكبيره او النخله اللي هي جنبي، النخله هون بدي شي شهر فيها. يعني نحن مميزين، نحن السوريين يمكن كتير بهيدي الميزة، الصناعات اليدوية بنحبها. وعلى فكرة قد ما صار تطور وقد ما صار وقد ما صار، تبقى هيدي الصناعات إلى زاقين عنا، يعني بنحبها نحن. أني الصناعة يدوية إيه بنحبها كتير، أني إيه عاملين على هيك، فكتير يعني أنا بحب هيك شيء. هلأ هيدول أنت انتبهتي كيف أنا عملت قطع أكبر من قطع؟ عملتهم لسبب. هلا هدول الوردة من برا، الوراق الخارجية بتكون أكبر من الوراق جوا. هلا هي آخر ورقة عملناها، بنطعج لها هي هي هيك، صارت جاهزة. هلا هيك تمام جاهزين. هلا شو بنعمل؟ الوراق يلي هي بقياس بعض بنطبقها على بعض. هدول الوراق قياسهم مقياس بعض بنطبقها هي. هلا انتبهتي انتي اني القطعة يلي بتكون من القياس نفسه منطبقها، هاي الورق الخارجي للورقة، لاني قلب الورقة بيكون اصغر، الورق اصغر. ممكن طبعا ممكن اعملها مسكرة، قلبها مسكر، ممكن يعني زر، هي تكون زر، ممكن اعملها مفتوحة، ممكن اعملها وردة ناعمة، ممكن اعملها وردة كبيرة، حسب. على فكرة انا ما بس هيك، انا خطر ببالي فكرة اني انا اعمل لوحات ورود نافرة من الخشب، يعني تطعيم الخشب بنحاس، نحاس يعني الوردة بتكون نافرة خارجة، هون قطع نافرة تكون عندها، القطع نافرين يعني تكون طالع الوردة منها هيك نافرة، تطعيم الخشب بنحاس. هلأ الصغيرة عندك هون عم بتساعدك؟ طبعا تعرف معلمتها أنا، وهي على فكرة هي بس بتطلع علي وبتقلدني يعني، فعملت قطعة على فكرة كتير حلوة موجودة حتى هون بالمعرض. هلأ هيك أنت عم تساعدي؟ أول شي عملت الورق بعدين طبقتهم على بعض. كنت أول شي أنا بشوف الماما كيف تعمله، اتعلم منها شوي شوي، جرب جرب لحتى نجحت فيها. هيدا الأشغال اليدوية تتطور، وبتمنى أنها تكون مخرج لناس كتير من وضع المادي. شو بتعطيك نصيحة آخر شيء لهالناس بهالأزمة؟ بقول لكل الناس إذا أردت فأنت تستطيع. لما نحن بدنا شيء قادرين نوصل لكل شيء، ودائما طلع من المشكلة وفكر بحل المشكلة، و دائما إرادتنا تصنع كتير وبتعمل كتير، ما في شيء ما له حل، وكل عمل بيسبق تطور، فإن صح التطور صح العمل.